ايه اللي ممكن نعمله لو في حالة لا قدر الله شفت حادثة كبيرة بتحصل قدامك؟ خلونا كده نركز مع بعض ونحاول نلخص اهم النقاط اللي انت ممكن تعملها عشان تبقى مفيد بدل ما تبقى مضر في المواقف اللي زي دي. اول حاجة لازم تقف في مكان امن، ان انت ما تقفش جنب الحادثة مباشرة، اقف في مكان امن، ما تقفش في نهر الطريق، اقف على بعد حوالي 30 او 20 متر من مكان العربية عشان لو في تسرب وقود او في اي مشكلة فيها، وعشان ما تتسببش في حدوث حادثة تانية من العربيات اللي جاية. تاني حاجة لازم تعملها هي انك تطلب الشرطة والاسعاف فورا، تطلب الطوارئ انها لك في مكان الحادثه وتحاول تحدد الموقع وتبعته لهم. ثالث حاجه هنتاكد من عدم وجود اي شخص عالق جوه العربيه، خصوصا الاطفال لان احيانا بينزلوا تحت الكراسي بتاعه العربيه. رابع حاجه هنسال اذا كان موجود فيه دكتور وسط الناس اللي واقفه ولا لا. تعاون مع الناس في عدل العربيه لو مقلوبه او لو في حد عالق تحت العربيه، احيانا بنلاقي ان العربيه مقلوبه على حد من المصابين، وكمان تتعاونوا ان انتوا تزقوا العربيه وتبعدوها عن نهر الطريق عشان خاطر ما نحققش اي احتماليه لاي تصادم تاني. تقسموا نفسكم وتحطوا المثلثات التحذيريه قبل مكان الحادثه بمسافه كافيه عشان خاطر تنبيه الناس اللي جاي، وبعض الناس تتعاون لتنظيم حركة السير لحين وصول الشرطة. ابعاد التجمعات عن الطريق الرئيسي، مش لازم كل الناس تنزل بقى ويلا ويجروا كلهم كده ويبقوا كلهم كابسين وقافلين الطريق الرئيسي. عدم التزاحم حول المصابين، وعدم التحدث معهم بانفعال، وعدم التحدث معهم بزعيق لان هم بيكونوا في حالة صدمة. حاول تبدأ بالمصاب الاكثر تضررا وما تحركوش الا في الضرورة القصوى، ما تحركش المصاب الا في الضرورة القصوى لان ده خطأ بنقع فيه كلنا، وده بيكون اضراره اكتر من نفعه بمراحل. ضرورة قصوى دي يعني انك لقيت العربيه بتولع لا قدر الله، لقيت ان في حاجه، في تسرب وقود، في اي حاجه من كده، ساعتها نحركه بحرص شديد. اياك تديله اكل او شرب. حاول تتاكد ان مجرى التنفس ومجرى الهواء عند المصاب سالك، ان مفيش حاجه سداه، ان بقه مفيش حاجه قافلاها، ان رقبته وضعها مش غريب. الحاجات البسيطه دي تقدر تعملها اعملها، ما تقدرش استنى وصول مختص. نفس الكلام لو في جرح ظاهر قدامك، حاول تعرف مكان النزيف جاي منين بالظبط، وحاول توقف النزيف بالضغط على الجرح مباشره. لو مش هتعرف ما تعملهاش، ولو شايف ان في كسر، في عظمه خارجة، في اي حاجه كده، ما تجيش جنبها خالص. ولو توفر شاش او قطن في علبه الاسعافات الاوليه اللي بتبقى موجوده في بعض العربيات، حاول تستخدمه لايقاف النزيف. ما تسيبش المصاب لوحده، ممكن الصدمه العصبيه او اللي بيبقى عنده ممكن تعمل له اضرار، فحاول تخليك جنبه كنوع من انواع الدعم النفسي، وانت اللي تاخد القرارات بدل المصاب. يعني ما تقعدش تساله اجيبك هنا طب اوديك هنا، هو في حاله صدمه، هو بيبقى مش مدرك. انت شوف الانسب ايه واعمله. والناس اللي بتعدي بعربياتها بقى، ارجوكم طالما لقيت ان في عدد كافي واقف بيساعد امشي، مش لازم تقف، مش لازم تقرب بعربيتك من مكان الحادثه، مش لازم تقف تصور برزاله وبسخافه عشان خاطر تنزلها عندك على فيسبوك ولا تعمل اي حاجه من الحاجات دي. ده سلوك غير محترم وغير ادمي وفعل مجرم تجريم شديد في الدول الاخرى. خليك بني ادم، عرفت تساعد اقف ساعد، انت دكتور مثلا اقف ساعد، مش هتعرف تساعد امشي وخلي الطريق يمشي، ما تعطلش الطريق. عشان ما تعطلش المرور تفتح مجال لعربيات الطوارئ انها تعرف توصل بسهوله، وكمان عشان ما تعرضش نفسك انك ممكن تخبط حد من اللي واقفين في الحادثه قاعدين يتدافعوا بيجروا بالعشوائيه اللي احنا بنشوفها. نعيد التذكره تاني، الناس اللي بتساعد اقف في مكان امن، ما تقفش في نهر الطريق عشان تبقى السيوله المروريه متحققه، عشان عربيات الشرطه والطوارئ تعرف توصل بسهوله والاسعاف. واخر حاجه هنتكلم فيها هي محاوله الحفاظ على متعلقات المصابين او المتوفين لا قدر الله موجودين، لان للاسف بيحصل حاجات ابعد ما تكون عن الادميه في المواقف دي، وشفنا ناس هدومها بتتسرق في حوادث في طريق الساحل وفي حتت زي كده. فبصراحه رغم ان في جدعانه بتحصل من ناس كتير، ولكن بيحصل بعض السلوكيات القميئه في المواقف اللي زي دي، فحاول ان انت تحافظ على متعلقات الناس على قد ما تقدر. حاول لو انت موجود من اول الحادثه تستنى لحد ما الشرطه تيجي عشان تدلي بشهادتك، او تسيب رقم تليفونك في حاله ان هم طلبوك للشهاده، وعشان تسلم الحاجه تسلمها مظبوط لامين الشرطه اللي هيجي وتمضي عليها. انا قبل كده مره في طريق الغردقه حصلت حادثه انقلاب قدامي، راجل كان جاي من السعوديه، وفضلت واقف لحد ما جه امين الشرطه اللي استلم وسلمته المحفظه ومضيته، كتبت ورقه ومضيته عليها، المحفظه بالتليفون بكل المتعلقات اللي احنا عرفنا نوصل لها. النقاط دي يا جماعه مهمه جدا، ولازم نبقى عارفين على الاقل بعض الاسعافات الاوليه، ولكن دي مش مجالها هنا، ان شاء الله ممكن نبقى نتكلم عليها في فيديو تاني. اشكركم على المتابعه، وربنا يسلم طريقنا جميعا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله قريب.